التوجيه من السيد أمين بغداد. نعم. حملتنا حاليا على إزالة التجاوزات من الأرصفة ومن الشوارع. زين. ومع إزالة أي تجاوزات تحدث حاليا على أراضي الأمانة وأراضي الدولة. نعم. نعم. فقط هاي بس يعني ماكو سكنية ما راح تتقربون للموضوع لو تنطوهم مهلة لو شنو الموضوع يعني رأسا هم تفاجئوهم بخصوص هذه الحملة؟ لا اللي مأهولة بالسكان اللي قاعدين بها عوائل لا طبعا هسه حاليا ما عندنا توجيه بهذا الشيء حاليا جيد بداية بدينا بالشوارع الرئيسية وخاصة المحلات اللي احتلت الأرصفة والشوارع جيد جدا وبدت تبني على الأرصفة وتسوي شواقص ومحتل الرصيف وهذا هسه بلشنا بها يعني شنو نوع يعني هذه التجاوزات إذا تقدر تتكلم لي أو تعطيني أمثلة أستاذ جاسم؟ إي نعم تفضل التجاوزات هي نشوف على الأرصفة شوارعنا في مدينة بغداد شوف احتلوا الرصيف بشكل كامل نعم يعني من خلال بناء تشينكو أو مسقفات امتداد للمحلات مالتهم